تتكرر إلا كل 4 أعوام. إنه اليوم 29 من فبراير الذي يعد علامة للسنة الكبيسة بحسب النظام الشمسي الذي يعتمد عليه التقويم الميلادي وحلا لتعديل الفروق بين السنة الميلادية والشمسية. وتكمن أهمية هذا اليوم كون أن السنة الميلادية تتكون من 365 يوما وربع اليوم، ويتم في العادة احتساب المتبقي من اليوم يوما كاملا بعد 4 سنوات. فالسنة الكبيسة حسب النظام الشمسي واتباع التقويم الميلادي وفارق الأيام تأتي بإضافة يوم كل 4 أعوام من أجل إصلاح التقويم وعدم إحداث خلل يفقد التقويم نظامه. ويرجع سبب تسمية كبيسة إلى الإمبراطور يوليوس قيصر. أما عن سبب اختيار شهر فبراير ليحمل اليوم الإضافي في السنة الكبيسة فيعود إلى كون أن السنة التقويمية في روما القديمة كانت تبدأ في شهر مارس من كل عام، واليوم الأخير في شهر فبراير كان هو اليوم الأخير في العام التقويمي. ومن الأمور الطريفة التي تترافق مع يوم 29 من فبراير الذي يأتي مرة كل 4 أعوام هو أن هناك بعض الأشخاص يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، وفي هذه الحالة يكون أمام أمرين: إما أن ينقلوا الاحتفال به إلى بداية شهر مارس التالي له، أو أنهم يلتزموا بالاحتفال به مرة كل 4 أعوام عندما يحل لموعد السنة الكبيسة. وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص حول العالم. وتعتمد طريقة الحساب البسيطة التي يستخدمها الناس لمعرفة ما إذا كان هذا العام الميلادي هو من الأعوام الكبيسة أم البسيطة على قسمة رقم السنة على الرقم 4. فإذا نجحت القسمة وكان الناتج رقما صحيحا كانت السنة كبيسة، وإن لم تنجح القسمة ولم ينتج رقما صحيحا تكون السنة بسيطة. إسراء سعد، الحياة اليوم.